سؤال الأهم واللي أنا اسمح لي إنه أعاتبك بيه بحكم إنه أنت قائد المنتخب الوطني. جستن ميران زميلكم ولا سنوات طويلة بالمنتخب الوطني، خده بالمنتخب الوطني، ممكن العديد من اللاعبين قريبين جدا عليه، أعلن اعتزاله، ما حد ممكن نزل منشور على أقل تقدير يثني عن هذا القرار، ليش؟ شوف أنا بالنسبة لي يمكن أنت تعرف أنا بعيد عن السوشيال ميديا، يعني كل السوشيال ميديا ما عدي ذن المواقع اللي موجودة. فصفة القيادة سألتك من صح، أنت من حقك. جستن ميران من اللاعبين المميزين، وهو أنت إذا تريد تروح تسأله يشوف شنو هو بالنسبة لي بالمنتخب الوطني، يعني من خلال التمارين، من خلال برا التمارين، حتى في المباريات. يعني أنا أرتاح من أشوف جستن ميران يلعب، لأن لاعب يعني سؤال صحيح يستحق العتب، مواصفات على مستوى عالي، لاعب مميز. لكن نرجع ونقول هو شنو رؤية مدرب. أنت المدرب ما أسأل عن هذا كابتن علاء، أسأل إنه الرجل خلاص اعتزل، ليش ما مثلا على أقل تقدير يابا شكرا جزيلا الله يوفقك بالقادم، ما شاهدنا إلا ممكن أمير الإعمار فقط. والله مو قلت لك انا بعيد على هالمواقع ابدا، يعني بعيد عن التنزيل، يعني انت تروح تشوف شو اسمه السوشيال ميديا. جستن يستحق انه واحد يثني عن قراره؟ يستحق، لاعب مميز صراحه، لاعب على مستوى عالي. لكن سبحان الله يجوز مثلا اجى مباراه ما توفق، او يعني حاولت تتصل بي، حاولت بصفه قائد المنتخب الوطني تتصل بي، تحاول ممكن يعني بنيو فيجن مثلا رؤيه جديده انت وياه وتربطه مع السيد المدرب؟ لا ما حاولت، اكون يعني صريح وياك، ما حاولت اتصل بي، لان هذه القرارات تعتمد يعني قرار راجع للمدرب، تفهمني؟ انت ما تقدر تثني المدرب او تتكلم وياه بشغلات فنيه، انت دورك بالملعب مسؤول عن اللاعبين داخل الملعب برا الملعب، لكن نفس الوقت ما تتدخل بخيارات المدرب.